إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وبعد، إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في موقف عظيم وفي مكان شريف وفي تجمع إسلامي عالمي وأثناء أداء ركن الحج العظيم من أرض الله الحرام، أوصانا بوصية خاصة هي الوصية بالنساء في حجة الوداع. هناك لم ينس أمرهن، هناك لم يترك الوصية بهن، بل أوصى بالنساء ليقرر للأمة أن الحفاظ على نساء المسلمين وأن الإحسان إلى نسائك أيها المؤمن هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو من إنفاذك لوصيته، هو من اتباعك لهديه صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، وزوجتك هي من تلكم النساء، وابنتك ووالدتك هي من تلكم النساء، وأختك من تلكم النساء. فتذكر يا أيها المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاك بهذه الزوجة المؤمنة التي هي في بيتك، وبتلك الابنة المسلمة، وبتلك الوالدة والأخت، أوصاك خيرا كثيرا. تذكر كلما رأيتهن حولك، تذكر أنهن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فرع هذه الوصية وافهمها وخذ بها وأحيها في حياتك، يكن ذلك لك خيرا، وتكن أنت من خير عباد الله. أيها المؤمن،